الحكاية بدأت من 1800، تحديدا من 1858. كانت وحدها كبرت كبرنا وكبروا مالينا، هيدا وحيدا ندتشو لكن مازلنا نعانيو. نفس الحفرة في نفس البلاصة لها سنين، مطرة صغيرة تقلع غرس فيض باراج تغرق شوارع نعومو نخطو في الميلوس وزيقوات المدينة. حكايات كل يوم نعيشوها، من عم صالح هدي كل صباح يخرج البوبيل ما يلقى وين يطيشها كان على حافة الكياس. بما انه ما فماش حاويات تحول الكياس المنتزه حتى اراضي زيتون ومصابات عشوائية تتكدس فيها الفضلات. المنتزه اللي كان في يوم من الايام جنينة خضرة فيها الزحليقة والدرجيحة حتى تيران باسكيت. اي نعم كان عنا تيران باسكيت. كانت بلاصة يقعدوا فيها الكبار والصغار تنسى فيها ستريس، ومع الوقت تنسيت ولات ولا تعرف. خلينا ساكتين خلينا ساكتين كيف سي سالم اللي عنده أشهر يمشي فيه ويجيبوا على رخصة بناء وما سمع كان الريزو طايح، أرجع غدوة الوثائق ناقصين، الزميل خرجت ويرجع، خلي عادة فرح بيا لهنا لازمك تدفع ثمن ثباتك على مبادئك ولا تعرف. خلينا ساكتين خلينا ساكتين على الميزانية اللي تتصب لتحسين الخدمات وإصلاح البنية التحتية، والسيستم الطايح والكياس باقين على نفس الحالة ليهم سنين. أما الوقتاش الوقتاش نبقاو ساكتين على هالحال؟ نفس الحكاية تتعاود من اللي توجد أول بلدية عام 58، تتبدل البلايس، تختلف التفاصيل، تكثر البلديات، تتغير أسامي الناس، لكن الحكاية والعقلية هي هي. يزينا مسكتنا، كل واحد فينا يتكلم ويعلي الصوت، نحب حومة تتحب العيشة فيها، حومة زبلتها ملمومة، كياساتها مجدية، خدمات بلديتها متوفرة في الصباح والعشية، تنشر مصاريفها وميزانيتها بكل شفافية، تشارك المواطن في أخذ القرار، وعن طريق الحاكمة المحلية يساهم في تحديد أولويات منطقته. بكبيرنا وصغيرنا كل واحد فينا لازم يبادر ويقدم بخطوة على خاطر كل واحد فينا مسؤول.